برحب بيكم بحلقة جديدة وفيديو جديد. النهاردة هنتكلم فيه عن أهم النصائح والتحذيرات والتوقعات ولبرج السرطان لشهر من أول النهاردة من يوم 22 مايو لحد يوم 22 جون. سنتكلم أكتر عن الطاقة العاطفية للعزاب والمنفصلين. يعني النهاردة احنا مش بنتكلم عن برج السرطان المرتبطين، النهاردة مركزين على الطاقة العاطفية ومركزين أكتر على السنجلز وعلى المنفصلين. اول حاجه قولولي بتابعوني من مدينه ايه، من بلد ايه، وقولولي تحبوا نتكلم عن ابراج ايه الفتره القادمه. وقولولي كمان بليز يا جماعه تعملوا لايكس عشان عايزين نوصل الفيديو ل 40,000 لايك و 40,000 كومنت. وبليز تابعوني على الانستغرام وعلى الفيسبوك وعلى التيك توك، والحاجز بيرسونال ريدنج او بيرسونال سيشن معايا بليز تبعته على الايميل. طيب اول حاجه برج السرطان، طبعا الشمس خلاص دخلت في برج الجوزاء. كل سنه كل مواليد برج الجوزاء طيبين، وخلاص الشمس جايه لك يا برج السرطان. فانا شايفه ان انت الفتره دي عندك كانك كانك يعني ايه بتفنط الناس في حياتك، كانك بتكتشف مين بيحبك ومين بتفلتر الناس في حياتك. فركز كويس قوي في العلامات الالهيه اللي ربنا سبحانه وتعالى يبعتها لك يا برج السرطان، لان انت هتكتشف مين بيحبك ومين بيشتغلك ومين بيستغلك الفتره الجايه، وانت اصلا برج روحاني جدا جدا. تاني اقول لكم ان انتوا يعني محتاجين شويه تلموا ايديكم من المصاريف يا برج، كان عندكم الفتره دي مصاريف زياده او هيطلب منك مصاريف تخص العيله او تخص بيتك. حاول ان بليز حاولوا تحافظوا على مصروفاتكم، بلاش تصرفوا فلوسكم في حاجات ملهاش لازمه. شايفه كمان يا برج السرطان ان انت عندك نهايه وبدايه عاطفيه، كانك بتنهي علاقه مع شخص كان موجود في حياتك او شخص انت كنت معجب بيه او شخص قديم، او كانك بتبطل تفكر خلاص بتلتت جو من الماضي مع شخص انت كنت متعلق بيه وتبتدي بدايه جديده مع شخص جديد. فعندك نهايه وبدايه بعد فتره تفكير عميق. يعني ممكن تفضل تفكر فتره، تكون محتار فتره ما بين شخصين، ما بين طريقين، ما بين شيئين، ما بين اختيارين، والاحتيار والديستورشن ده هيكون مضايقك قوي، او انت يعني انت عايز تستقر. برج السرطان بيحب الاستقرار، ما بيحبش التشتت. قولوا لي يا جماعه بتابعوني من مدينه ايه، من بلد ايه، وقولوا لي تحبوا نتكلم عن ابراج ايه. هديك اوبشنز، عملنا النهارده العقرب، اختاروا بين برج الدلو وبرج الميزان وبرج الجوزاء، وعملنا التور كمان النهارده على فكره. قولوا لي بتابعوني من مدينه ايه، من بلد ايه. طيب انا شايفه كمان يا برج السرطان كانك بعد فتره تعب، تعب نفسي اللي هو طب ادخل يمين ولا ادخل شمال، طب اختار ده ولا اختار ده، طب اختار شخص جديد ولا الشخص القديم، حيره وتشتت قوي جدا جدا. سبحان الله هيحدث عندك حدث سعيد او خبر سعيد او حاجه انت كنت بتتمناها او خبر ناس هتقولك مبروك. انا شايفه الشهر ده هيتقال لك كونجراتيوليشنز، مبروك، حاجه هتفرحك، حاجه هتبسطك، ممكن تكون حاجه عائليه او حاجه في العمل. كمان شايفه يا برج السرطان ان في شخص من برج مائي هيخترق حياتك الفتره القادمه. برج مائي يعني زي عقرب او سرطان زيك او حوت، يعني الفتره الجايه ممكن شخص جديد يدخل حياتك من برج مائي. ماشي، يعني ايه صح صح كده يا برج السرطان للابراج المائي. طيب انا شايفه يا برج السرطان اول حاجه لو انت محتار ما بين شخصين، يعني وازن ما بين عقلك وقلبك. مشكله برج السرطان يا جماعه ان هو عاطفي جدا، يعني هو بيمشي ورا قلبه بسهوله جدا. لا، حاول تختار الشخص يعني المناسب ليك، يعني بلاش يعني تنجذب وتتدلق وبعد كده تكتشف ان ده مش شخص مناسب، لا اختار صح من البدايه. كمان شايفه ان كان في شخص في حياتك انت كنت مبسوط معاه وكان في طاقه حلوه وكان في انجذاب جسدي وانجذاب يعني كان في انجذاب، وفجاه كده مره واحده قطعتوا مع بعض او بطلتوا تتكلموا او حصل سوء تفاهم ما بينكم، سبتوا بعض بعد طاقه انسجام، بعد طاقه الفه، بعد طاقه حب كده ومشاعر قويه جدا جدا ما بينكم. كأن فجأة كده الموضوع فشل أو باظ وأنت مش فاهم إيه اللي حصل، كأن سوء تفاهم أو مشكلة حصلت ما بينك وبين هذا الشخص. بس أنا شايفة إن الشخص ده ستيل بيفكر فيك وستيل بيتواصل معاك روحيا يا برج السرطان، أو أنت اللي بتفكر فيه بتتواصل معاه روحيا، بس أنا شايفة في طاقة تواصل روحي قوي جدا جدا بينك وبين هذا الشخص. يا جماعة عايزين نوصل فيديو 40,000 كومنت و 40,000 لايك، فقولوا لي تحبوا نتكلم عن أبراج إيه، والحجز أي برايفت سيشن معايا بليز تبعتوا على الإيميل، وتكتبوا في الإيميل موضوع الاستشارة، وكمان تكتبوا أنتوا من مدينة إيه أو من بلد إيه. طيب يبقى أنا شايف في تخاطر روحي قوي جدا جدا بينك وبين شخص أنت بعدت عنه، انفصلت عنه، وحصل بينك وبينه مشكلة، وكأن الشخص ده هو مسيطر على كيانك ومسيطر عليك وبقوة.
اوكي، بس انت مش يعني، يعني كانك انت مش عارف انت عايز تعمل ايه. للاسف الفتره دي فتره اللي هو ايه، ابس اند داونز. فبلاش بقى قرارات مصيريه متسارعه، اصل برج السرطان لما بتعصب والهبه بتطلع بيقوم تب واخد ايه. طيب بس انا شايفه ان في طاقه تخاطر روحي قوي جدا جدا بينك وبين شخص. في حاجه برضو تانية، انت معرض جدا جدا للحسد الفتره دي، فبطل تتكلم عن نفسك كتير، بطل تتكلم عن طموحاتك، عن اهدافك، عن البلانز بتاعتك، لان في شخص يعني ممكن يكون حقود او حسود في الدايره بتاعتك. طيب يبقى شايفه ان انت في شخص جديد هيدخل حياتك يا برج السرطان. يبقى القادم في حياه برج السرطان عاطفيا العزاب والمنفصلين هو شخص جديد، ممكن يكون شخص من الماضي وهيحاول يرجع لك، بس انا شايفه اكتر ان هو شخص جديد هيدخل في حياتك. بس انت ستيل متعلق بالماضي، هي دي مشكله برج السرطان، ان انت لحد دلوقتي حتى لو شخص جديد عجبك وحاسس ان في كيمستري وفي انسجام وفي كيمياء قويه جدا جدا، الا ان انت ستيل لحد دلوقتي ستيل بتفكر في الماضي، بتفكر في الشخص القديم، بتفكر طب افضل مع الشخص الجديد ولا اروح الشخص القديم. كانك عمال محتار، عمال مشتت، وعمال مش عارف تاخد قرار نهائي. طيب يعني انا شايفه عندك لخبطه شويه. كمان شايفه يعني ان انت الشخص الجديد ده هيبقى معجب بيك قوي، هيبقى interested about you، يبقى عايز يلفت انتباهك، عايز يعني يبهرك، عايز يقولك انا هو. مع ذلك انت مش منبهر بيه خالص، لانه واضح ان انت علاقتك مع الشخص القديم كانت علاقه قويه قوي، او كانت علاقه مش سهل ان هي تتنسي، مش سهل ان انت تشيله من دماغك. فانا شايفه ان الشخص الجديد هيحاول ان هو يدخل بطاقه لطيفه، بطاقه انسجام، بطاقه سعاده، بطاقه انرجي حلوه، هو عايز يقرب منك، عايز يدخل حياتك، عايز يبهرك، عايز يقولك انت شايفني ولا مش شايفني، عايز يشدك ليه. فشخص جديد طاقته حلوه جدا، شخص ايجابي، شخص بيحب الحياه، شخص طموح على فكره كمان، والشخص ده يعني هيقدر يفهمك، هيقدر ان هو يعرف مفاتيحك واسرارك ويقتحم حياتك بشكل سريع جدا، لدرجه انت تقول ايه ده، وانا ازاي بثق في الشخص ده قوي كده، ايه ده هو ازاي دخل حياتي وبقوه كده. طيب الشخص ده ممكن يكون برج ايه، قلنا برج العقرب او برج السرطان او برج الحوت. كمان شايفه طاقه برج حمل او دلو او ميزان او طور، اوكي يعني دي الطاقات اللي ظاهره، او قوس كمان على فكره، وجوزاء، هو يا هواء يا نار يا ماء، مش شايفه طاقه ابراج ترابيه غير برج الطور. والشخص ده كمان يعني هيحرك مشاعرك كده، يخليك بقى تبدا ايه، تهتم بنفسك، تبدا تهتم بشكلك، تبدا تعمل اكتيفيتيز جديده، يعني هيلهلبك كده. بس ستيل انت لسه بتتخاطر مع الشخص القديم. انا ماي ادفايس ليك، شوف انت بتستريح مع مين اكتر، شوف الشخص المناسب ليك اكتر يا برج السرطان. زي ما قلت مشكلتك الوحيده ان انت دايما بتفكر في مشاعرك وبتفكرش بعقلك، فحاول انت تعمل بالانس وتفكر ما بين مشاعرك وما بين قلبك. بس شايفه ان الشخص الجديد ممكن يكون في اشخاص من عيلتك، او في ناس تبقى معترضه على العلاقه دي، بس في الاخر انتوا هتنتصروا انتوا الاثنين على العقبات والتحديات اللي هتظهر ما بينكم. بس انا شايفه ان في سعاده هتكون حلوه جدا جدا، واخبار حلوه، واوقات حلوه مع هذا الشخص، وكانك انت هتبقى منسجم كده معاه، بتتبسط معاه، بتقضوا وقت حلو، بتقدروا تتفاهموا مع بعض. وشخص ده كانه بيحب رومانسيتك، بيحب اهتمامك، بيحب طبتك، بيحب حنيتك. بس انا شايفه في الاخر ان انت هتقطع علاقتك مع الشخص القديم يا برج السرطان، وهتختار الشخص الجديد، لان الشخص القديم انا شايفاه مركز اكتر في حياته، او عنده مشاكل كتير بقى، هو مبقاش زي الاول، هو اختلف وتغير. فانا شايفه ان انت هتنهي علاقتك مع الشخص القديم وهتركز مع الشخص الجديد، ودي ماي ادفايس، ان انت لو عندك طرف ثالث ما بين شخص قديم وشخص جديد اختار الشخص الجديد. انا شايفه يا برج السرطان انت محتاج تحب نفسك وتهتم بنفسك وتهتم بشكلك، العبوا رياضه، حلي بالكم من صحتكم بليز يا برج السرطان، لان انت عندك مشكله كبيره ان انت ما بتهتمش بصحتك. فبليز يا برج السرطان اي وعكه صحيه او مشكله صحيه بليز على طول تروح تزور الطبيب. وعايزه اقول لكم يا برج السرطان ان انت افتح قلبك، افتح قلبك للحب، حب نفسك، واختار نفسك يا برج السرطان، وبلاش اخذ اي قرارات متسرعه ومتهوره. وعايزه اقول لك كمان حاجه حلوه جدا، انت هتكون روحاني جدا، زي ما قلت لكم ان في بكره عندنا على فكره فول مون، فاشتغلوا على اي حاجه انتوا عايزين تكملوها. بكره في فول مون في برج القوس، فطاقتها حلوه جدا جدا بالنسبه لكم كمان، او بالنسبه لكل الابراج، هي طاقه حلوه ان احنا نكمل اي حاجه. اشتغل على اي حاجه انت عايزها، وصدق حدسك، لان حدسك دايما هيطلع صادق. شكرا، باي باي، بحبكم جدا جدا. قولوا لي بقى تحبوا نتكلم عن ابراج ايه، هديكوا اوبشنز. ممكن نتكلم عن حملنا الثور وعملنا العقرب، هنزله لكم، وعمل
وعملنا النهارده، عملنا النهارده العقرب، امبارح الثور. اختاروا بقى برج الدلو، برج الميزان، برج الحمل، وبرج الجوزاء. I love you all، بحبكم جدا جدا يا برج السرطان. عايزه اقول لكم رساله: تفائلوا بالخير تجدوه. ويا جماعه، عشان في حد بيسالني عن سعه الرزق وسداد الديون، اقراوا سوره الواقع كل يوم، سوره الواقع وسوره ياسين، وكثره الاستغفار على استغفار وكثره الصلاه على النبي بتوسع الرزق وتسدد الديون. والله صدقوني، وانتم عندكم يقين ان اللي انتم بتعملوه ده هيغير حياتكم. شكرا لكل حد بيثق فيا، وشكرا لكل الطاقه الايجابيه. واسفه بعتذر، بس علي ماي كوزن كان تعبان، فكنا متاخرين في الرد على رسائل طلبات الاستشارات الخاصه. بليز يا جماعه تدعوا لي من قلبكم، عشان الفتره دي انا عندي ازمه كده في حياتي، يمكن محتاجه دعاء كل حد بيحبني. شكرا، باي، مع السلامه.